على باي باي التلفزيون او في السينما ودخلت متاخر فتره على بال ما اتجمع انا حمو كده خلاص فتح التركه هي برضه المحاضره وقفلت التركه بتاعتها لو فاتتك من الاول هجاي اقول لك الاول وجيت متاخر انت الخسران مش انا هخسر ايه بقى انت كملي الترابط كل شويه داخل الزباينك يبصوا عليك ومش عارفه ايه وساووا العلم Gracias.
او مثلا تركيز السكر مثلا النورمال، معروف ان النورمال تقريبا المتوسط 110 90 ل 110، عايزه اقول من 90 ل 110، لان مش ممكن كلكم تبقوا 90 ومش ممكن كلكم تبقوا 110، 90 95 98 101. فاي رقم في الطب ليه رينج، فكبر دماغك تقول لي هو ده ولا ده، انا هقول لك الرينج. لازم تبقى عارف يعني البلاد 5600 مللي لتر حجم كتوتال، يعني لو قلنا من 5000 ل 5600 ما تنقصش مش كتير، بس ده اللي موجود في التبسي تمام. لكن ما تقوليش البلاد مثلا كام 3000 مللي، لا ده غلط، ده مش رينج، ده بره. البلاد 5600 8% اوتوتي، يعني البلاد كتوتال 5000 مللي هو تقريبا 8% من البودي ويت. البودي ويت اللي هو كام؟ البودي ويت الافرج 70 80، المتوسط يعني من 70 ل 80، فهو 8000 في الرقم ده مهم، يعني الكتاب السنه الجايه ان شاء الله هيتشال صح كده؟ رقم 5000 انا هقول لك الرقم المهم، ورقم 8000 في 8% على فكره العلامه دي يعني بيرسنت، يعني 2% العلامه دي اللي مكتوبه بيرسنت يعني 2% 8%. على فكرة المحاضرة بتاعت الحفلة الانترودكشن إن شاء الله على آخر السنة كده هتقولها إيه الكلام اللي هيبدأ لي قدام ده معايا، بس لازم لابد منه تعرف. فانكشن أوف سبجكت، أي موضوع هكلمك عنه بالمناسبة أحب إيه أديك العناوين بتاعته، التايتل 1 2 3 4، وبعد كده بقى أمسك حاجة حاجة وأشوف. فالفانكشن أوف سبجكت 4 فانكشن، 1 2 3 4، وبعدين ما تقعدش بقى تفاصل ورا بعض كده، واحد كده معايا انا اقول لهم بس على بعض، بعد كده نمشي واحده واحده من الشخص. ففانكشن اوبزرفر نمبر 1 ترانسبورت فانكشن، ترانسبورت فانكشن انا اقول بس ورا بعض كده، وبعدين ايه نمبر 2 ديفنس فانكشن، نمبر 3 هيموستاتيك، نمبر 4 هوميوستاتيك. ترانسبورت ديفنسيف هيموستاتيك هوميوستاتيك، في حاجه لازم اترجمها بالعربي؟ ايوه ترانسبورت يعني شيال ناقل، اوكي. ديفنسيف يعني مدافع دفاع جيش، الجيش بتاع الجسم، لا ده في حاجه معينه كده بتاع الجسم مش حاجه حاجه. هيموستاتيك بقى لما تيجوا كمان شويه نشرحها بعد ما نشرح الترانسبورت والديفنسيف. وهوميوستاتيك طبعا ديفينيشن مهم جدا، ديفينيشن يعني ايه؟ تعريف. نمسك اول فانكشن اللي هي ترانسبورت، انا مش هشرحها ايه هي ترانسبورت فانكشن اوف ذا بلاد، يعني شيال، يعني البلاد بيشتغل شيال. خلي بالك يعني شغلانه ايه؟ بنجله صح؟ شيال ده بيشتغل بحد بيشيل حاجه بتدي له جنيه او جنيه، يبقى في شغلانه بسيطه جدا ترانسبورت، وفي شغلانه شيال من الاثنين لما نيجي نتكلم عنها قويه جدا ده جيش الدفاع. ايه؟ فترانسبورت فانكشن يعني شيال، شيال هيشيل ايه؟ ترانسبورت يعني هو ماشي بالدم، سوري هو الدم نفسه وبوظيفته انه في حاجات بتشيل. ترانسبورت هيشيل ايه؟ هيشيل الحاجات اللي موجوده في الدم. طب هو ايه اللي موجود في الدم؟ اي حاجه موجود في الدم هتتشال في حاجه في البلاك. هي ايه بقى اي حاجه في البلاك؟ مش هقول لك دلوقتي. هو على بعض كده شيال، بس مين اللي في البلاك اللي بيشيل؟ مش وقت، لما نقرا الجلد هنقرا. النهارده هناخد كده مع التفاصيل. طيب هيشيل ايه بقى؟ ايه اللي ممكن يشيله؟ ممكن يشيل كربون دايكسايد. يعني ايه كربون دايكسايد؟ ممكن يشيل اكسجين. ممكن يشيل ميتالز زي الايرن الحديد. ميتالز عادي يعني. طب ايه في جسم ميتالز؟ في ايرن وكوبر حديد ونحاس وحاجات ثانيه وكوبر. فنتكلم الايرن، يشيل الايرن. مين اللي هيشيل الايرن دلوقتي؟ خلاص؟ حاجه في البلاد هتشيل الكربون دايكسايد، هتشيل الاكسجين، هتشيل الايرن، هتشيل الحاجات اللي بتنظم وظائف الجسم اللي هي بنسميها هرمونز. سمعت عن الهرمونز؟ ها؟ في برضه معلومه كلكم
يعني ايه كلمه التوازن؟ عمليات القلب اللي بتحصل في الجسم، يعني برودكت اوف ميتابوليزم بالعربي اللي هي القلب. ايه هي البرودكت؟ النتائج المتوازنه، يعني التفاعلات الكيميائيه اللي حصلت في الجسم ممكن يطلع منها ايه؟ ممكن يطلع منها حاجات كتير، بتعتبر حاجات كتير في المتوازنه. طب ايه اللي ايه اللي ممكن يطلع اقدر اعرفه دلوقتي ويشيل البلاط؟ ماده اسمها يوريا. يوريا يعني ايه يوريا؟ بولينا، ماده سامه لو زادت في الجسم بتعمل يعني دي النتيجه الفشل الكلوي. يوريا اللي هي البولينا. اي حاجه من دول بتشال، ممكن اي حاجات ثانيه كتير، في حاجات كتيره موجوده بارقه في الدم هتبقى بتشال على الاطلاق. اي حاجه بتشال في الدم. يبقى هو شيال وشال الحاجات دي وعمال يعمل فيها ايه؟ ها؟ يستهلكها؟ لا، عمال ينقلها من مكان لمكان. من الرئه مثلا للمصل. مصر نعم. من الجهاز الهضمي، بتكلم عربي اهو، من الجهاز الهضمي للبرين، جلوكوز مثلا كان موجود وبتوصل وراح اي حاجه. عيال ممكن يشيل اي حاجه في الجسم، مين اللي شايلها في الجسم؟ في وجود ايرن، نتائج التبريد، هرمون، زبالقه، من اي حاجه ممكن تكون ايه موجوده. انا ما بتبقى اخد بالك شويه امثله ايه صغيره. في حاجه ثانيه، دايما لما بتبقى في امثله لقيتها كتيرة بقى. أنا لسه ما خدتش الحاجات دي كلها. خلاص اقراها جاست ريدنج لحد لما تاخدها وبعدين تبقى سهلة. في داعي أضيع وقت إن أنا إيه أحفظ حاجة أنا إيه لسه ما أخدتهاش. بس لحد دلوقتي إحنا ماشيين عادي. ترانسبورت يعني شيال شغلانة بنكلة بيعملها الدكتور. خلاص هقول له أحمد طبعًا. خلاص الدكتور ده تاني وظيفة بقى. ديفينس فانكشن. شيالة بنكلة وشيالة بمليون جنيه. ديفنس فانكشن. ايه ديفنس فانكشن؟ لانه في حاجات مهمة جدا هي اللي بتسعى الجسم. في الوايت بلاد سيل. عارفين الوايت بلاد سيل؟ خلايا الدم البيضاء. في بتاعك كده صح؟ هتاخدوا استولوجي وخدتوها في الوايت بلاد سيل، خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء دي هي جيش الدفاع. حاجات تانية تبع جيش الدفاع. الوايت بلاد سيل دي بتهاجم أي حاجة وحشة دخلت الجسم. طب أي حاجة وحشة زي إيه مثلا؟ ميكروب. الميكروب ده ممكن يكون بكتيريا او فيروس. ميكروب يعني ايه؟ خلايا صغيره اسمها مايكرو اورجانيزم. يبقى هو بيهاجم اي مايكرو اورجانيزم دخل في الجسم ويخلصنا منها. هي بنسميها ايه؟ انفيدنج مايكرو اورجانيزم. انفيدنج، اعتقد مكتوب عندك في كلمه في الكتاب، انفيدنج مايكرو اورجانيزم. هيجيبها الوقت ده في الجيش الدفاع وتخلصها. تيومر، حد عارف يعني ايه تيومر؟ تيومر اورام. على فكره احنا عندنا في جسمنا خلايا سرطانيه بتتكون يوميا. معايا؟ بس بتتكلم بنسبه صغيره جدا. اهو الخلايا عماله تتقاسم. مش معقول كل الخلايا بتطلع نورمال. في خلايا بتطلع ابنورمال وبتموت، وفي خلايا بتطلع سرطانيه. بس بنسبه صغيره جدا جدا جدا. جيش الدفاع دوت جهاز المناعة الوايت بلاد سيل بيخلصنا منها بسرعة. ما دام جهاز المناعة بتاعي قوي والوايت بلاد سيل بتاعتي قوية هتخلصني منها بسرعة. أمال إمتى يبقى عندي سرطان؟ لو جهاز المناعة ضعيف. فالخيارة السرطانية دي اتكونت وعمالة تزيد 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 تزيد، فجهاز المناعة اللي هو الجيش يعني اللي هو خلايا الدم البيضاء ما يقدرش يسيطر على الضغط. صح كده؟ فكبرت بقى أو بايديس. ثالث فانكشن هيموستاتيك. ايه هيموستاتيك دي؟ هيموستاتيك يعني بريفنشن اوف بليدنج او ستوبج اوف بليدنج. هيموستاتيك اللي هي هكتبها مش عايزه اربط بينها كده كده
يعني ايه مستاذي؟ يعني ايه مستاذي؟ يعني ان انا واقف في المسجد. طب ازاي؟ دي مثلا خمس ست محاضرات. خلاص؟ ايه مستاذي؟ هناخده بالتفصيل. ما تشغلش بينا بالك دلوقتي خالص. يعني ايه مستاذي؟ هناخده بالتفصيل. دي محاضرات لوحدها. بعد كده بقى هم يوستيزي. هم يوستيزي. هو ده اللي مهم بقى. ليه مهم؟ عشان مش هنام تاني بعد كده. هقول لك يعني ايه هوميوستيزيس دلوقتي، وهقول لك يعني ايه الهوميوستيزيس دوت. هو وظيفه الفسيولوجي انه يحافظ على الهوميوستيزيس. كلمه هوميوستيزيس. شيل ده خلاص؟ في حاجه مش مفهومه في الكلام ده؟ كله كلام سهل وهايل، يعني انا بس كده بنضيع وقت كده، بس عشان ايه؟ يبقى اول اسبوع خدنا كلام هايل، ما عليناش مذاكره ولا حاجه يوم الجمعه والخميس، اللي هو ده هو خير الكلمتين اللي خدتهم وخلاص، والدنيا سهله. تمام؟ فهوميوستيسيس، خلي بالك بقى من هوميوستيسيس. هوميوستيسيس الديفينيشن بتاعه هاو تو كيب انفيرمال انفيرمنت كونترول. تعالى كده هاو الخط الثاني، هاو تو كيب internal، هنا كان ايه بقى؟ environment constant. How to keep internal environment constant. هو ده الهوميوستيسيس. internal يعني الداخلية، صح كده؟ environment اللي هي البيئة. environment البيئة يعني الحالة بتاعت الجسم. يبقى حالة الجسم الداخلية. How to keep internal environment constant يعني ايه؟ ثابت. يعني ايه بقى؟ الهوميوستيزيس how to keep internal environment constant. يعني لو حاجة زادت تاني، لو حاجة قلت يعني هي دي وظيفة الفسيولوجي. تعرف الفسيولوجي اللي جاته في السنتين ده هيعمل ايه؟ انا كل الفسيولوجي اللي بقى عمال ادرس ايه؟ عمال ادرس الهوميوستيزيس. يعني كل الفسيولوجي دوت انا عماله ادرس الهوميوستيسيس. ازاي احافظ على البيئه الداخليه كونستنت ثابته؟ يعني اللي يقل ازوده واللي يزاد اقل. ندي مثال. بقول لك ده الفسيولوجي كله بتاع السنتين هو الهوميوستيسيس. تاني زي مثال زي ايه؟ اكسجين قل الجسم لاي سبب بقى. ايه اللي يحصل؟ هتنفس زياده عشان اخد اكسجين زياده عشان يرجع الاكسجين له. ده الهوميوستيسيس بتاع الجسم. كربون دايوكسيد زاد في جسمي. هتنفس زياده عشان اخرج الكربون دايوكسيد عشان احافظ على الهوميوستاسيس. فسيولوجي تاخده في الريسبيريشن. بلاش الغازات. خلينا في الكيمياء، الهرمون، المينرال، كالسيوم. كالسيوم قل في الجسم. ايه اللي يحصل؟ في هرمونات في الجسم بتشتغل عشان تزود الكالسيوم. وتحافظ على الكالسيوم هوميوستاسيس. يعني كورس اللي هي بتاع كورس. بلاش الكالسيوم ده تقيل على قلب او على قلبك. جلوكوز. جلوكوز قل في الجسم. طب انت صايم صح؟ مثلا يعني لو انتوا صايمين تمام والجلوكوز بيقل خلاص هتموت وما في البرين مش هيجي له جلوكوز وهينتهي؟ لا، في حاجات جوه الجسم هتشتغل وتطلع جلوكوز وتعالج جلوكوز. الليفر مثلا اللي هو الكبد هيحصل فيه عمليات ميتابوليزم كده كيميائيه ويطلع الجلوكوز ويرتفع. في غدد هتطلع جلوكوز. في غده فوق الكلى كده هتطلع جلوكوز. مفيش داعي اقول لك اسماء خالص عشان ما تقولش الدم بالاسماء. تطلع الجلوكوز فيزيد طيب نور. يبقى كل الفسيولوجي اللي بندرسه في السنتين دوت انا عايز احافظ على الهوميوستيسيس. حط كلمه الهوميوستيسيس ديت دي في دماغك وانت بتذاكر. بلاد سهل. ان شاء الله انت بتذاكر سنه ثانيه هتبقى تمام؟ وانت بتذاكر ريسبيريشن الترم الثاني، وانت بتذاكر كارديو فاسكولار. الجهاز اللي هو الدوري كارديو فاسكولار، يعني اي حاجه. كل الفسيولوجي عملته تدرس وظائف الجسم المختلفه، ليه؟ انت بتاخد وظائف الجسم ليه؟ عشان تحافظ على الهوميوستيسيس. يبقى الهوميوستيسيس يعني ايه؟ هاو تو كيب انترنال انفايرمنت كورس. طب لو مش قالك في الشفوي يجي لك في العملي. كتير السؤال ده يجي في العملي وفي الشفوي. معايا؟ العملي. What is the difference between hemostasis and homeostasis?
ايجو ستيزس يعني بريفنشن، هوميوستيزس يعني هاو تو كيب ستيبل برضه بقى هنبتدي على حاجة بتطلع مكعب، مفيش حاجة نسميها كده، يعني كل الأسماء دي إحنا اللي سميناها، اللي هي إيه الأسماء اللي سميناها كده؟ هوميوستيزيس دي أول كلمة اتقابلنا، تعالى كده نفنطها. ستيزيس يعني إيه؟ ستيزيس النص التاني ستاتيك اللي هو ثابت صح؟ عكس دايناميك ستاتيك ثابت. أمال هوم يعني إيه؟ بلاط، يبقى انا بثبت البلاط كونسبت هوميو ستيزيس، ده مش اسم كده نازل من عند ربنا، ده احنا اللي الحكايه دي بقى على طول معايا، كل ما تيجي كلمه واحنا بندرس كده في البلاط اقول لك بص الكلمه دي انت فاكر كده نازله كده القران ده خالص، ده انا احنا اللي بقى ناس علماء زينا شاف الكلمه دي قالت بتعمل كذا يبقى تسميها كذا، مثلا بتوطي الكالسيوم الهرمون ده يبقى اسمه كالسيو تونين، كالسي يعني كالسي مثلا يعني، اوكي؟ مش هوجع دماغك بحاجات كتير دلوقتي خالص، بس كل كلمه ليها اصل، اسالني ايه ده الكلمه دي جايه منين هقول لك دي اصلها كذا، عارف لو ما قلتلكش لو انا معاك تدور عليها على النت هتطلع اصلها ايه ده كذا 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 كذا، النت طبعا مش سهل. هوميو ستيزيس هاو تو كيب انترنال انفايرمنت كويس، دي اهم حاجه. طب ازاي بقى كيف قلت لك الواطي عليه والعالي يوطيه؟ مكتوب عندك في الكتاب ايه؟ بيقول لك بيعمل اكسيتشينج تبادل بتوين المواد بتوين ايه وايه؟ بيقول لك بيعمل تبادل في المواد بتوين البلاد والانترستيشيال فلويد، تعرف يعني ايه الانترستيشيال فلويد؟ حلوه؟ حلوه قوي، هي الفلويد اللي بين التيشو اللي بين الخلايا. يبقى هو بيعمل ايه؟ اكسيتشينج في الماتيريال بتوين البلاد والانترستيشيال فلويد. ادي البلاد اهو، البلاد اهو في البلاد فيسل، وادي الانترستيشال فلويد رسمه عبيطه باختصار. اللي زاد هنا يطلع بره. واللي زاد هنا يدخل هنا. صح كده؟ اهي. يبقى انا مثلا بحافظ على الهوميوستيزيس. تبادل في الحاجات في الجاسس مثلا، اسهل حاجه الجاسس. كارب تبادل وبيمشي البلاد والانترستيشال. او يقول لك مثلا بتويت الانترستيشال فلويد مثلا والخارج والانفايرمنت الخارجيه. تمام؟ او بتوين البلاد والحاجات اللي في الدايجستيف تراك. اكزامبل احنا اكزامبل عندك عن طريق الدايجستيف تراك اللي هو جهاز الهضم اقدر اخرج الزياده. عن طريق ايه؟ عن طريق الديفيكيشن زي ما انت بتاخد بالك. اللي هي عمليه الريسبيريشن عن طريق الاكسبيريشن اخرج الكربون دايوكسيد بزياده او اخرج الاكسجين. يبقى كل الحاجات دي انا بعملها ليه؟ بتنفس ليه؟ عشان احافظ على ويقول لك اه بتتنفس عشان تاخد اكسجين عشان الخلايا محتاجه اكسجين صح؟ عشان احافظ على الهوميوستاسيس عشان الخلايا تحرق مواد غذائيه وتطلع الطاقه اللي انا عايزاها ويبقى عندي طاقه ثابته. ما هو ده الفسيولوجي كله انا باخد وظايف الجسم عشان احافظ على الهوميوستاسيس. يعني كل الفسيولوجي وظيفته ان انا ايه؟ اعمل ايه؟ هوميوستاسيس. هاو تو كيب انترنال انفايرمنت اوف ذا بودي كونسيست. هي ده معنى كده. تمام؟ يجي لك سؤال تحليلي فانكشن اوف ذا بلاد تستعمل انا شايفه في الام سي كيو كده ايه لخبطت بتوين الهيموستيز والهوموستيز خلي بالك ده اول سؤال هو عامل ايه؟ الهيموستيز والهوموستيز في الام سي كيو مشهوره جدا تعرف ساعات في العمل ده في الاكثر بيلخبط في الهيموستيز تمام؟ يعني تركيب البلاط بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايه؟ بلازما وسيلف بلازما وسيلف بلازما وسيلف البلازما 55% والسيل 45% صعبه دي؟ مش اي حاجه 100% بقول لك 55% من البلاط بلازما 45% سيلف يعني مين الاقوى؟ والخلايا ريد بلاد سيل اللي هي خلايا الدم الحمراء ريد بلاد سيل عددها كام؟
يبقى أكتر حاجة إيه رد الرأس إحنا لسه ما قلناش الباقيين. الوقت بيتسلم من 4000 ل 11000. 4000 يبقى بالأوفات. يبقى مين اللي أكتر من الرد الرأس ولا الوقت بيتسلم؟ الرد الرأس 5 مليون أو 4 مليون. الوقت بيتسلم 4000 ل 11000. البليتليت اللي هي الصفائح الدموية. هديك رقم واحد بس دلوقتي حتى ما هو في رقم رينج بس خلي الرينج بعدين لما ناخد البريد 250000 اصلا 250 ل 400 بس خلينا 250000 تدي كام؟ يبقى مين الاكثر ريد بلاكس مين اللي بعدين؟ البريد؟ لا وادي ده 4000 البريد كام؟ 250000 صح كده؟ فالريد بلاكس ملايين ملايين وقت بلاس الروفات والبليكي 250 جنيه. ايه الرسمه دي؟ دي رسمه لطيفه جدا بقول لك البلاس بيتكون من البلازما والسيل السيلولار هيلمت يعني اللي هي السيلولار. البلازما 55% اهي بص شايف شايف الانبوبه ديت اهي البلازما الصفراء دي 55%. ايه البلازما دي؟ هنتكلم عليها من شويه دي فيوش هنتكلم عليها. طب وايه الخلايا دي؟ اهي الريد بلاس سيل 45%. واحد يقول لي ايه؟ خلي بالك بقى من السؤال ده لما ده 55 وده 45 امال الوايت بلاد سيل والبليتليت كام؟ موقعهم ايه من الاعراض؟ يقول لك واحد اقل من 1% ليه؟ من الالوفات. الالوفات ايه جنب الملايين؟ ولا حاجه. حطهم على بعضهم كده 250 على 10000 يبقى ايه؟ 260000 جنب 5 مليون ولا حاجه ولا يعملوا حاجه في الانبوبه دي. عارف ايه دي انبوبه؟ انبوبه كده وحطيت فيها الدم وفصلت مؤخرا يعني بقول لك معلومات بسيطه لان لسه مش التفاصيل قوي ورحت فاصله الخلايا عن الفلويد. الخلايا اللي هي مين؟ ريد بلاد سيل ووايت بلاد سيل. الخلايا البلازما والوايت بلاد سيل والريد بلاد سيل. تمام؟ شكلها ايه الريد بلاد سيل اهي؟ ليها مخدرات لوحدها لسه نمره ثلاثه يعني المره اللي بعد اللي جايه. نتكلم على ريد بلاد سيل وشكلها ايه؟ هو اللي انت شايفه ده الفلويد. طب وايه البليتليت اهي؟ معايا؟ ليها مخدرات لوحدها. طب وايه الوايت بلاد سيل اهي؟ خمس انواع. ليها مخدرات لوحدها في الاخر. بس برضه الوايت بلاد سيل هتاخدها اكتر. الهيستولوجي التفاصيل بتاعتها في الهيستولوجي. يبقى دي الرسومات وريتني الريد بلاد سيل البليتليت الوايت بلاد سيل كل دول 45%. والبلازما كام؟ 5.5. ما ينفعش تطلع بطيخ. عارف ليه؟ عشان الريد بلاد سيل دي هتعمل لي تحليل مهم جدا حاجه اسمها هيماتوكريت يعني حاجه هتاخدها كمان شويه بقى تبقى مهمه جدا في تحليل الانيميا والكلام ده فمهم بقى. فمؤقتا ايه الارقام المهمه هنا؟ احنا قلنا نعم طبعا 55% و45% وعدد الخلايا. طب عدد الخلايا يعني في الفسيولوجي هيقف كده في الشهر ويقول لي الريد بلاد سيل كام والوايت بلاد سيل هيقول لي الريد بلاد سيل طبعا وهيقول لي الوايت بلاد سيل او الهيموم غير كده سيبك بقى مش هيسالك فيه سالت فيها طبعا فيسيولوجي وهيستولوجي تمام. غير كده انت مشروع دكتور صح؟ سنه اولى عرفت في العماره اللي انت دخلت كليه الطب صح؟ ولا ده جاي من بلاد بعيده وهنا وعارفينه سافر القاهره بقى ودخل كليه الطب صح ولا لا؟ خلي بالك بقى اللي ساكن هنا في عماره وهو طالع هتحصل انت يا دكتور يا دكتور والنبي اقرا لي التحليل دوت كده شوفه كويس ولا لا؟ هيوديك ورقه كده فيها تحليل الدم هتلاقي الريد بلاد سيل لازم تعرف بقى هو عنده انيميا ولا حاجه دي حاجه سهله يبقى انت كمشروع دكتور لازم تعرف ازاي هتلاقي الريد بلاد سيل عنده 2 مليون الله ده عنده حاجه هنقول هي ايه بقى؟ هنبص على البليج تحافظ بقى 250000 يعني الارقام دي مش هتحفظها عشان انت الارقام دي هتحفظها عشان ايه؟ عشان انت دكتور مستقبلك السنين الجايه ما ينفعش ان انت تنساها مش خلصت سنه اولى انت الارقام دي بس دي هتفضل معاك لك ما ينفعش طب انا همر عليك تاني في البطنه بس ما ينفعش هو في البطنه تكسبنا يقول لك انت مش حد فيسيولوجي مش ما اقولكش لو ريد بلاد سيل وانت طبعا هتكون نسيت كل المعلومات وتشتم فينا احنا وهم يشتموا فينا احنا ده ذنبنا دي بقولها لك يبقى انت لازم تبقى عارف ايه؟ ريد بلاد سيل والوايت عشان انت دكتور مش عشان الامتحان وعشان الامتحان يعني انت حابب الدكتور
النهارده بيحلل تحليل الدم الخلايا، شوف عنده انيميا ولا لا، شوف عنده خلايا دم بيضاء كويسه ولا لا، الصفائح مثلا مشكلتها ايه. هقول لك انا دلوقتي خالص المشكله ايه، لو نتعرف بس على كل دوت لازم تبعت ايه نورمال. خلصت اولى عارف، خلصت ثانيه عارف. نسيت اقول لك حاجه، كامل السيكولوجي ده ان شاء الله اللي هتذاكر فيه السنه دي او ثانيه اولى وثانيه، اوعى ترميه بعد ما تخلص اولى وثانيه. خلصنا من الفيزيولوجي على خالص، بعد ما هتاخد ماجستير اي حاجه اطفال بطنه مش عارف فراغ ايه الخبرات بتاعت الفيزيولوجي. طب جاي عندي امتحان فيزيولوجي ماجستير اطفال اللي هو اللي 5 8 اطفال، هتجي لنا بقى ساعتها. ايه المهم وهذاكر منين؟ احسن حاجه تذاكر منها ايه؟ الكتاب اللي انت ذاكرت منه في سنه اولى. انت معلم لنفسك وفاكر كده عارف كده كده انت بتفتح. فيعني ما تخلص من النبي اولى وثانيه وما تبقاش ترمي الكل لو سمحت. خلاص انت اللي تذاكر فيه احسن من حاجه جديده لسه هتفهمها. طب ده كتير عايزين منك اه، انت بتبقى معلم على المهم بقى خلاص انت مجبرت بقى. هتجيلنا ساعتها ايه المهم وانا داخل امتحان الاطفال هقول لك ده وده 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 نفس الكلام اللي انت ذاكرته. عارف ليه من نفس الكلام؟ هيبقى اسهل من الميموري تيم. بعد مرور سنين بقى وهتاخد حاجات بلاوي في الكام سنه الجايين معايا، بس الميموري ان شاء الله هترجع انت لسه صغير هتفتكر اللي انت ذاكرته زمان هو عامل ايه. تمام؟ في حد عنده اشاره في الكلام اللي فات ده؟ يعني انا هكون حريصه ان شاء الله ان انت ما تسالنيش بعد المحاضره عشان انا مش عايزه اجاوب، ان انا في حته كل حاجه ما فيش حاجه مش هخش. ها؟ زي ما قلت لك الكلمه اللي دمها تقيل وقريتها اللي هي دمها تقيل على طالب سنه اولى مش امتحان. تمام؟ اكيد ان انت تحاول تستفي جوه. البلازما بقى نتكلم عن البلازما. انت لابد الاصفر فاكرين السلايد اللي قبلها؟ كان لونه اصفر اهو ايه ما بالكش. طب حجمها قد ايه؟ 3500 جنيه. واحد هيقول لي الله مش انت قلتي انها 55% من 5000؟ اه هي 55% من 5000. واحد بقى هيعمل حسابات ورايا بقى يراجع ورايا وضرب 5000 ولا 5800 في 55% طلعت مش عارفه 3100 مش عارفه ايه كده. طب هتلاقيني في كتاب السنه الجايه بقى من 3000 ل 3000 خلاص ريت. طب اشمعنى 3500 اللي كاتبها؟ في التكست بوك الاربع الاساسي بتاع الفسيولوجي استقر على هذا الرقم. يعني لو قلت 3000 غلط طبعا مش غلط. 3000 ل 3000 الكتاب موجود عندك ايه كتاب 3000؟ ما تضايقش نفسك بقى بالارقام المختلفه. انا هقول لك الاختلاف ده مسموح بيه ولا يهمك، والاختلاف ده لا انت اللي غلطان انت اللي ما خدتش بالك. دي وظيفتي بقى ان انا اقول لك ثلاثه. فالبلازما اللي هي 55% من 5600 حجمها طلع 3500. طب ري رينج بس هديك في ارقام بقى بسهل بديك الرقم على طول مش هديك الرينج كذا كذا سهل عليك بس هو في الطب طب كذا كذا عمرنا ما هنكون كلنا زي بعض صح كده؟ زي مثلا كلكم جايبين دخلتوا الطب وجايبين 98% تمام كلكم زي بعض 98% 98.5 98.5 98.5 كله في الطب كله زي بعض وكله مستوى غير 98% على كده. الناس ده اي رقم في الطب ايه؟ ايه سي رفضي بقى؟ بص بقى لو جبت عينه دم عينه دم وحطيتها في انبوبه عينه دم كده هتشوف ده في المعمل او حتى لو عينه دم وحطيتها في انبوبه هي الانبوبه هتوقف الانبوبه كده. لما وقفت الانبوبه وسبتها ساعه ساعتين ولا على طول بعدها بشويه اقل من ساعه، ما بقالهاش ساعه دقايق. الدم هيتكون في جبهه هتتكون. كرات الدم الحمراء هتنزل لانها اصلا هتاخد دم العمل. مش عارفه بقى وقت يعني بتاع العمل. هتلاقي كرات الدم الحمراء نزلت لتحت اتقل. هنزلت لتحت. وشويه والدم اتجمد. لسه هناخد الكلام ده. كل الحاجات دي مكونات الدم اتجمعت كلها في كلكيعه. خلايا دم حمراء على عوامل تجلط على غلطه كده تحت. وبقى فوق ايه بقى؟ سائل اصفر. هو البلازما فاكرين اللي قلناه من شويه ليه له كده؟ بس الاصفر ده بلازما اقول عليه بلازما؟ لا ما بقاش بلازما. ليه ما بقاش بلازما؟ البلازما فيها مكونات معينه هنقولها دلوقتي. صح كده؟ لكن في جلطه اتكونت
الكارتة سحبت عوامل التجلط من البلازما وسحبت كرات الدم الحمراء موجودة ولا لا؟ سحبت عوامل التجلط من البلازما، صح؟ يبقى البلازما دي ما بقاش اسمها بلازما، مش بلازما عادية، عوامل التجلط انسحبت منها وبقت في الجلطة. فنسمي الفلويد ده ساعتها ايه؟ نسميه سيرة. دي سيرة لغة في المعامل. ايه مين السيرم ده؟ ده هو عبارة عن البلازما، هو نفس البلازما. يعني على فكرة بعض الدكاترة ما بيفرقش بين السيرم والبلازما. بس أنا بقى بحب أفرق بين السيرم والبلازما. البلازما اللي هو اليلو فلويد الكلير اللي فيه عوامل تجلط. صح لسه ما قلناش تجلط. أمال مين السيرم ده؟ هو نفس البلازما، الفلويد بتاع البلازما بس اتسحبت منه عوامل التجلط عشان تاخد التجلط. نسميه سيرم. يبقى السيرم عبارة عن إيه؟ بلازما ناقص كلوزنج فاكتور عوامل التجلط. المعلومه دي لو تعبان دلوقتي تركبها، صح كده؟ عشان انا كنت بجرب الصوت. ما تتشرح كده. خليك فاكر بقى في شاطر اساله ساعتها سواء الدكتوره سنه مش عارفه هتسترسي على مين؟ هيبقى فاكر. لا السيرم غير البلازما، البلازما هي اللي فيه فلاوي. السيرم ده بلازما ما فيهاش عوامل التجلط. صح؟ المعلومه دي هتتعاد تاني ما تشغلش بالك فيها دلوقتي. احنا ما قلناش مكونات البلازما فيها ايه؟ يعني انا قلت لك سحبت عوامل التجلط، وانا قلت لك ان فيها عوامل التجلط، بصراحه انا غلطانه في الحته دي. انا استعجلت. حاسه اني استعجلت. اقول لك البلازما فيها ايه في الاول وبعدين بقول لك اسمين السيرم. البلازما فيها ايه؟ مكوناتها ايه؟ ووتر 90%. مش هي فلويد؟ فاي فلويد في الدنيا يبقى فيه ووتر. يعني البلاط عباره عن فيه بلازما، والبلازما عباره عن قد ايه ميه؟ 90%. وفي مواد دايمه في الميه دي فما بقتش ميه بقى اسمها ايه؟ بلازما. يعني لو ميه ساده ماشي، طب فيها حاجات بقت اسمها بلازما. هي ايه الحاجات اللي فيها بقى؟ الميه فيها ايه وخلاها بلازما؟ موجوده جوه الجسم. فيها مواد ان اورجانيك غير عضويه. ان اورجانيك صح. عارفين الحاجات دي؟ كيمياء. ان اورجانيك. تركيزها كام؟ 9 من 10%. 9 من 10%. يعني ايه ان اورجانيك؟ مواد غير عضويه. خدتوا كلمه قلت لي جايين من علمي وقلت ما فيش حتى ادب، صح؟ بس هي ايه بقى المواد الان اورجانيك؟ في حاجات اينات زي الصوديوم، صوديوم عليه بلس بنسميه، انا مش عايزه اشرح الحاجات مش بتاعتي، احتفظوها مع الناس الثانيه، مع ضيع وقت. صوديوم عليه بلس، سمعت عن حاجه زي كده؟ صوديوم عليه بلس بنسميه كاتايت. سمعت كلمة كاتايد؟ لو لا قولوا لي. صوديوم ده كاتايد، يعني اي قايم عليه بوزيتيف تشارج يبقى اسمه كاتايد. ايه اسمه كاتايد؟ عشان بص بيروح ناحية الكاتون. صح كده؟ كل ده مش تبعي انا. صوديوم كلورايد عليه نيجاتيف تشارج، بايكربونات، فوسفيت، سلفر، كل المواد دي ان اورجانيك موجودة في البلازما. تركيزها 9 من 10. طيب الصوديوم تركيزه مهم؟ مهم. 142 اكتبها لك، 142 ملي ايكويفلنت بالليتر. الصوديوم بالذات بتقابل ايه؟ بيونت لوحدها ملي ايكويفلنت بالليتر. يبقى الصوديوم 142 ملي ايكويفلنت بالليتر. مش طول 142 ملي تمام. الكلورايد مش عارفه ايه 110، البايكربونات 27. انا هقعد اقول شويه ارقام كده. طب الارقام دي مهمه؟ يعني المرحله الحاليه غير مهمه. حتى الصوت بالنسبه لك انت في المرحله دي مش مهم، بس هو بقى ليك ايه؟ عارف الصوت 142 دكتور؟ يعني الارقام دي هتبقى معاك كده اولى ثانيه ثالثه رابعه. الصوديوم 142 والبوتاسيوم ايه؟ يعني مش مكتوب عندك 3.5 لـ5 ملي ايكول. الصوديوم 142 والبوتاسيوم 3.5 لـ5. انا مش هسالك فيها انت لسه سنه اولى ازاي، بس حلوه للدكتور. انت كدكتور لازم تعرف ايه؟ طب الفايبر الكلورايد مش مهم خالص دلوقتي خالص. سنه اولى. طب البايكربونات هتاخدها في الريسبيريشن، فمش مستعجلة. 27. طب ال 9 من 10 دي مهمة؟
البوزيشن ده فين المرسى؟ هنقولك يعني بص بقى اورجانيك 7.9 و10 9 و1 10%. اورجانيك يعني ايه؟ مواد عضويه. زي ايه بقى؟ بروتين، مواد عضويه. انتوا بتقولوا لي انكم علمي، هقعد اقول كل شويه تجاوبوا معايا، يا اما هقول ان انتوا ادب، هقول لكم احنا سنه دي ادب. بروتين، ليبيد، جلوكوز، امينو اسيد، كل دي مواد في الجسم. فيتامين، انزيم، يوريك اسيد، يوريا، بي ال دي ال. دي حاجة اسمها خدتوا باي كيمستري، هتاخدوها في الباي طبعا برضه، ما توجعش دماغك بالكلمات دي بالوقت. دي ال دي ال دي ال دي ال دي ال. ايه دي ال دي ال دي؟ فيري فيري مش فيري. طيب فين بقى؟ قلت لك اقفل. لو دنسي لايفو بروتين. فيري مش فيري. فيري لو دنسي لايفو بروتين. لو دنسي، لو قليله قليله، دنسي كثافه، صح كده؟ دنسي يعني كثافه، ودي جدا. ايه لايفو بروتين دي بقى؟ اللايفو بروتين، لايفو بروتين. ايه لايفو بروتين؟ ليفل لايفو بروتين، ليه بسميه لايفو بروتين؟ بس كثافته قليله، قليله جدا. راحوا مسمينه ايه بقى؟ فيري لو دنسي لايكو بروتين. هقعد اقول كده، نقول عليه بي ال دي ال. بي ال دي ال ده تبع الفسيولوجي ده؟ لا ده تبع المرض. تمام؟ يعني انا مش هدقق بقى معاك بي ال دي ال و ال دي ال وكوليسترول. كوليسترول، سمعت عن الكوليسترول؟ ترايجلسترايد. دهنيات الثلاثيه. دي كلها مواد عضويه موجوده في الجسم. تمام؟ يبقى الاورجانيك 9 و10 هو 9 و1 من 10%، بروتين، ليبيد، جلوكوز، امينو اسيد، فيتامين، انزايم، يوريك اسيد، حمض البولين، يوريا، بولينا، جبنا سيرتها قبل كده. الجاز موجود جوه البلازما. لما تاخد ريسبيريشن مش في جاز في الدم؟ اكسجين وكربون دايكسيد. تمام؟ تاكيدها لسه مش حلو. طب هنبدا ايه الارقام المهمه في كل البتاع ده كله؟ كله ده يعني. هي مطلوبة بس الصوت 142 فدكتور. بقيت الأرقام كلها. يبقى إيه اللي إحنا خدناه من أول المحاضرة؟ خدنا حجم الدم 5800 مللي لتر، صح كده؟ خدنا نسبة البلازما 55 ونسبة الخلايا 45%، صح كده؟ خدنا كرات الدم الحمراء بالمليون 4 ل 5 مليون لحد ما نجيلها بالظبط. الوايت بلاد سيلز 4000 ل 11000. البليت الصفائح الدمويه 250000 مؤقتا، يا رينج بقى مش عايزين نفكر الارقام النهارده يعني. تمام، كل الارقام مهمه. طب ايه اللي هدرسه بقى في البلازما؟ كانت ايه؟ هدرس الصوديوم؟ لا. هدرس الكلورايد؟ لا. هدرس الحمد لله كل ده مش هدرسه. طب هدرس ايه؟ هدرس الليبيد؟ لا. هدرس الجلوكوز؟ لا، ده هدرسه سنه ثانيه. طب هدرس ايوه هدرس البلازما. المحاضره الجايه هبتدي فيها النهارده كلمتين كده بس، بس هتبقى عارف البلازما. هقول لك الكلمتين عن الصغيره اللي بخدها حاجه بس. البلازما. حدث الاوكسجين لا ده ريسبيريشن. كل ده كل ده ريسبيريشن. وكل ده مش عارف حاجه فيه الا في البلازما. بلازما بروتين. هي كام بقى البلازما بروتين؟ يخرج بقى البلازما دي لو في تجميع بيقول لك عباره عن بلازما ايه؟ وفيها الحاجات دي بس مش مهم يعني. فيها الحاجات اللي بنتكلم عنها ايه؟ الامينو اسيد والبروتين. هما هنتكلم عنهم وجاسس والصوديوم والكلورايد يعني الصوديوم مش عارفه ايه والكورما ايه ده وفليتك وخلايا الدم البيضاء اهي وخلايا الدم الحمراء، كل ده مش موجود دلوقتي. كل ده مش عايزاه دلوقتي. امال ايه اللي عندنا دلوقتي؟ هنحل بالحته دي. بلازما بروتين. بلازما بروتين. احنا خدنا هرمونات البلازما، احنا بقى هندرس مين يا جماعه؟ البروتين. ايه البروتين؟ كام البلازما بروتين؟ مهم بقى. لازم بروتين كان تقريبا 7 جرام، هي 7 1 من 10 7 2 من 10. طب 1 2 من 10 مضايقات او مش عارف خليها 7
بص بقى دي لازمه تطير 7.2 جرام عشان عارفه ده بتساوي بين دي ال هي هي مين عشان تتابع في اي كتاب او في اي سي كيو هي هي بس السؤال ده مشهور بس مين الديسيليتر ومين ال 100 مللتر ومين البرسنت ثلاثه حاجه واحده دي سي لتر يعني ايه دي سي؟ 10 لتر دي سي 10 لتر هو اللتر يعني كام سنتي يا جماعه؟ 1000 10 يبقى كام؟ 100 صح؟ يبقى هي 100 يبقى دي سي لتر هي 100 مللتر ايه مللتر دي؟ مللتر هي نفسها 100 كيوبيك سنتيمتر 100 مللتر هي نفسها بص تساوي سي سي كيوبيك سنتيمتر سنتيمتر مكعب مليليتر هو سنتيمتر مكعب ده حجم الديسيليتر هو 100 مليليتر هو البرسنت يعني هو البرسنت يعني في 100 بدل ما اقول 7 جرام في 100 مليليتر اقول 7 جرام برسنت يعني 7 جرام في 100 مليليتر هي هي 7 جرام في 100 مليليتر هي 7 جرام في الديسيليتر هي 7 جرام برسنت اوكي هي هي يبقى ايه الرقم اللي خدناه؟ 7 جرام في الديسيليتر هي هي 100 مليليتر هي هي برسنت. مين هم البلازما بروتين؟ اسمائهم بس اخر سلايد ان شاء الله حاجه ثانيه. هم مين البلازما بروتين؟ البوين؟ البوين سمعت عن الالبوين؟ جلوبيولين؟ فايبرينوجين؟ بروتروفين. اربعه البوين؟ جلوبيولين؟ بروتروفين؟ فايبرينوجين. سؤال تحليلي مهم. انا لما تيجي حاجه مهمه تيجي في الاسئله اقول لك دي بتيجي في الاسئله صح؟ بلازما بروتين يجي سؤال كلمني عن تايب اوف بلازما بروتين فورميشن هي يعني بنكملها المره دي فانكشن النهارده بس خدنا التركيز وانواعها البوين جلوبيولين بروثرومبين فايبرون المره الجايه بقى هتبقى دكتور واخليك تشخص مرض في الكبد او مرض في الكلى دي برضه تستوعبيني ازاي من البلازما ومين بقى البلازما بروتين؟ البوين جلوبيولين بروثرومبين فايبرون ايه اللي انا هبقى جنب الترتيب بتاعها؟ مش عارفه جنب الكونسنتريشن بتاعها ايه ده؟ بص طب ايه كنت تسكيت بالجرام بير هي هي جرام بير 100 مللتر هي هي جرام بير سنت ايه المهم في الحاجات دي؟ طبعا التركيز مهم القلب من اعلى تركيز 3.5 ل 5 جرام ده مهم بقى لو سمحت اكتب عليه مهم عارف مهم ومهم جدا ومهم مش مهم ازاي اكتب بقى مهم قلب من 3 ل 3.5 جرام اعلى تركيز 3 ل 3.5 جلوبولين 2.5 اللي بعده 3.5 هايبرينوجين 2.0 جرام بروثرومبين 1.5 بس على فكره في التحليل نتكلم عن الفايبرينوجين بدل 4.10 جرام بس دي حاجه صغيره قوي صح؟ فساعات نخليها بيتكلموا عنها بالملي جرام تقولي 400 ملي جرام. فخلينا في الكتاب بقى 4.10 جرام. انا بقول لك يعني بس اللي حد يوريك تحليل ولا حاجه هتلاقي الفايبرينوجين بالملي جرام 400 ملي جرام ده بس احنا كلنا عشان انت سنه اولى بتخليه كله زي بعض بالجرام يبقى 3.5 جرام الالبومين الجلوبولين 2.5 الفايبرونوجين 4.10 البترومبين 1.1 ملي جرام يعني كم ملي جرام؟ 10 ملي جرام 10 ملي جرام ده 400 ملي جرام لو انت تعبان من حكايه الملي جرام سيبها خلينا في الجرام 3 جرام 3.5 ل 5 ده اخر حاجه بقولها خلاص والجلوبولين 2.5 الفايبرونوجين 4.10 البترومبين 1.1 جرام كله بالجرام المولوكولار ويت مهم؟ مش مهم طبعا الارقام دي يعني انا خاف ايه لان انا شفت طلبه تعب وقعد يحفظ حاجات زي دي ونسي يحفظ الحاجات دي طبعا البيبر يحفظ كل حاجه او انت يعني انا شخصيا انا طالبه سنه ثالثه هسيبه حكايه بقى وهنخلص كده حاجه ثانيه بعيده سنه ثالثه يعني كل واحد دايما مش هاخد كل واحد بس بقى الناس دخلنا 7 10 مع بعض دكتوره وقفتنا كده قصاد بعض ساعتها بناخد فارما اللي هي يعني الادويه
اوكي الناس كويسه بقى، الناس كويسه بقى.